سفر أستير الأصحاح العاشر. ووضع الملك أحشويروش جزية على الأرض وجزائر البحر، وكل عمل سلطانه وجبروته وإذاعة عظمة مردخاي الذي عظمه الملك، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك ماد وفارس؟ لأن مردخاي اليهودي كان ثاني الملك أحشويروش وعظيما بين اليهود ومقبولا عند كثرة إخوته، طالبا الخير لشعبه ومتكلما بالسلام لكل نسله.